اوعك تتدخل فيي ها؟ لا تحشر حالك بشغلي، تركني بحالي، عم تفهم؟ تركني بحالي. ماني ابنك ولا شي، وانت مانك ابي ولا شي بالنسبة الي. انت ولا شي، عم تفهم؟ ولا شي. يا الله، نزعتوا لي كل شيء كنت مخطط له. متأكد انه شافكم؟ متأكد؟ دعي لربك انك ما مبليت فيه. اخ يا، بعد ما وصلنا للاخير هرب، وهلا حتى بمتحت ما عاد يوثق. رح يفكر هو اللي جاب له الشرطة. شغل ما بيصير بهالطريقة يا خليل. لو حكيت لنا من البداية ولو كنت مفهمنا القصة كنا خططنا غير هيك ونفذنا غير هيك. بس رح تتصرف من راسك. اجا زاهر دوغان توكسي دي. بيفوت. تفضل. مرحبا. تعا زاهر، عود. ميرنا اجت معك؟ ميرنا كتير زعلاني منك. ليش رحت لحالك يا خليل؟ اللي ساعة عم بسأله هالسؤال. انت اتصلت بعمر؟ ليك لهلأ شو عم بيحكي؟ انا اتصلت. ميرنا خافت كتير، بس مدحت أتاش اجا خبر قبلنا. طبعا، شي طبيعي، مدحت أتاش زلمة بيحب الخير. عم يستنى تحت. طبعا عنده هم تاني، هو همه غير اللي انا عم فكر فيه. سيد عمر بقدر روح؟ لا، جماعتنا هلا عم يراقبوا بيت الضيوف، وانت رح تبقى ضيفنا لحتى يرجعوا من المهمة. يا عمي عم قلكن اللي صار صار، وهالزلمة ما بقى يرجع مرة تانية. حتى ولو عم قلك ما عاد يروح لهنيك. عود مطرح مالك قاعد ولا تعترض. ليك خليل، انت لسه ما بتعرفني ها؟ الله دخيلك خليل. خليل لحظة، اتركني لو سمحت. يلا خليل. وين سيارتك؟ تركتها جنب بيت الضيوف مدحت. ما نخلي حدا يجيبها معناتك. رح خبر ميرنا. الو الو اختي، لحنا طلعنا. خليل جنبك؟ ايه ايه، جايين على البيت. لا تجوا لهون. فهمت، يعني روح لعندكم؟ ما بعرف، المهم ما يجي لهون. ماشي مثل ما بدك. ليش ما بدك اياهم يجوا لهون؟ امي ما بدي اشوفها لخليل. اها، حاولي تفهمي يا عمري. اللي ما رح يستعمل الفرد وكذب علي. بعرف انه غلط، بس معذور. مين بيعرف شو في جواته؟ عواصف وزلازل ونار شاعلة. حاولي تفهمي. خالي ليلى. يا عمري فقتي انتي؟
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يلا قومي نغسل وشنا. بدي خالة ميرنا تغسل لي وشي. يلا تعي. يا حبيبة قلبي، ما أنا فهمانة شي من هالدنيا كلها. اليوم المحاكمة؟ هيك قالوا. ما رح تاخدوها ما هيك؟ ولا تقولوا شي لميرنا وهي بهالحالة؟ لا لا ابنوب، ما رح نقلها. يعني ما تفتحوا هالموضوع أبدا ها؟ وبس يفيق حسن من نبهه كمان ما يغلط بشي كلمة. أيوة زينب. صباح الخير، أو بالأصح الحمد لله على السلامة. صباح النور. هلأ حكيت المحقق، شو الموضوع؟ صار كتير شغلات. رجع هرب ما هيك؟ إيه نعم. شو بده منك هالزلمة؟ ما قدرت أعرف، بس حبيت سايره لبعد خليل عن الموضوع. لكن قدر يعرف إنك الراس الكبير، ولما فقد أمله بسميح دقلك. زينب شو بكي انتي؟ عم تعرفي شو عم تقولي؟ كأنه عم تحققي معي؟ أكيد لا، هالزلم كتير خطير، واحد مجرم، عم نبهك لتبعد عنه. ماشي ماشي ديري بالك. اليوم رح اهتم بملف سميح وحبيبته، عم قول له ونحكي شوي بالموضوع. زينب أنا تعبان وما نمت. فهمت، لو حكينا كان أحسن. هلأ عندي شغل زينب، روحي ولبعدين. ماشي؟ ماشي، ما رح أضغط عليك بنوب، بعدين منحكي. طيب شوفك بعدين. لهلأ ما عم بقدر افهم ليش هذا لحقنا. مين لحقنا؟ مدحت بيك. ممكن توقف على اليمين؟ لك شغلة فاضية لا تشغل بالك فيها. ساهر وقف لي هون. انت شو عم تعمل؟ ليش عم تلحقني؟ شو بدك مني؟ فرقني بقى. ما فيك تنكر اللي صار خلي. انا ابوك الحقيقي. ابدا. ليك شقفت هالورقة ما رح تغير شي بحياتنا، فهمت؟ ولا شي. لو أنا عرفت الحقيقة من زمان كنت غيرتها، كنت غيرت كل شي. دخلك لو كنت بتعرف إنك أبي كنت تحولت لإنسان منيح؟ ها؟ معقول تزبط؟ اسمعني، أنت انسرقت من حياتي. سيما سرقتك من حياتي، انسرقت من حضني. ما أنا قصدي دروس أخلاق يا. اسمعني اسمعني، ضيعنا وقت كتير وصار مستحيل نرجع للبداية. ماني طالب تقلي بابا ولا حتى تتقبلني، بس اسمح لي ابقى حواليك، لا تبعدني عنك خلي. انا بدي عكسك تماما، اذا ممكن ما بدي شوفك. خليل خليل خليل، حتى لو ما لمستك انا موجود، ولو شو ما صار انا موجود. اللي بدك تساوي ساوي، انا المهم عرفت انك ابني. بدي منك شغلة واحدة، لا تعرض حياتك للخطر. عم تفهمني ابني؟ واذا بدك بختفي، بس اسحك تعرض حياتك للخطر، وما بدي منك شي تاني.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.